ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين. فيديو جديد، وفيديو النهارده هكلمكم عن اكتر المنتجات اللي ما ينفعش عروسه ما تجيبهاش او ما تتجوزش بيها. فانا جبت لكم النهارده يعني حاجات اللي هو لازم تجيبيها وانت عروسه، في بنات ممكن تنساها، لان انا هكلمكم عن 10 15 منتج، تمام؟ لكن لو عايزين سلسله كامله لاحتياجات العروسه وتجهيزات العروسه اكتبوا لي تحت في الكومنتات ونعمل الفيديو ده. حاجه ما ينفعش عروسه تستغنى عنها تماما 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 هو الديودرنت، المزيل العرق. لازم يكون عندك مزيل عرق، واحد اتنين تلاتة، مش مهم الاعداد، بس المهم يكون عندك اي نوع من مزيل العرق، لان دي حاجة هتبقى يعني لازم هتستخدميها ولازم تبقى عندك، ومن الاساسيات اللي المفروض كل عروسة تبقى موجودة عندها، ما تقدرش تستغنى حتى عنها. فانت بقى وذوقك في الانواع او الحاجات اللي انت بترتاحي عليها، انا جايبة لك مثال، المهم يكون عندك اي نوع مزيل عرق. تاني حاجة هي الشامبو، لازم اي عروسه يكون عندها اي نوع شامبو، ايا كان نوع الشامبو دوت ايه، لازم يكون عندك شامبو عشان تغسلي بيه شعرك. وشامبو هتحتاجي شامبو، تمام؟ فلازم يكون عندك اي نوع من الشامبو عشان تغسلي بيه شعرك، وخصوصا كمان لو يكون ريحته حلوه، لان في الاول عرايس عايزه الحاجات اللي كلها روايح، بمعنى اصح انت بتحتاجي حاجات كلها روايح وحاجات حلوه وروايح كده شكلها يعني ريحتها حلوه كده وتملى المكان، فانت هتحتاجي شامبو ريحته حلوه طبعا يكون يجي على نوع. هتحتاجي اي نوع حمام كريم او بلسم اللي متوفر عندك او اللي انت بتحبيه تستخدميه، ما تجيش تجربي مثلا حاجات كده وقت الجواز، لا انت المفروض تجيبي حاجه انت شعرك واخد عليها وتكوني حباها عشان بس ما تتفاجئيش في النتيجه في الاخر، تمام؟ فهتجيبي اي نوع حمام كريم او اي نوع بلسم انت بتفضليه، فما تقدريش تستغني عن الحاجه اللي بعد كده، ما تقدريش تستغني عن الشاور جيل، فلازم هتبقى عندك شاور جيل سواء نوع او اتنين او تلاتة ايا كان يعني العدد، بس ما تقدريش تستغني عن فكره الشاور جيل اللي هو هيكون هينظف جسمك وهيدي ريحه حلوه، وخصوصا لو احنا عروس قلنا قبل كده ان احنا بنهتم بفكره الحاجات اللي بتدي ريحه للجسم، فهتبقي محتاجه جدا شاور جيل علشان ينظف جسمك. جيبي بقى واحد اتنين تلاته زي ما انا ما قلت، مش فارقه، بس هتحتاجي الحاجات اللي مفيش غنى عنها، ما ينفعش كل عروسه يعني تتجوز من غيرها، هي الغسول للمناطق الحساسه. مش بتكلم عن النوع دوت، اي نوع عندك او انت بتفضليه او بتحبيه او الدكتور بتاعك كاتبالك عليه او قايلالك عليه، فلازم يبقى عندك غسول المناطق الحساسه. والمناطق الحساسه يا بنات مش معناها اللي هو بيكيني اريا بس، لا، بيكيني اريا واندر ارم، فلازم يبقى عندك غسول للمناطق ديت. بجد من اهم الحاجات اللي اوعي تنسيها هي الغسول للمناطق، اهم الحاجات اللي لازم تكون عندك، ويعني هتوفر عليكي حاجات مهلكه يا بنات وقت كتير، هي الشيفر بتاعه الوش. طب يا كوكي انا مش بستخدم اصلا الشيفر بتاعه الوش، هتستخدميها صدقيني في وقت الجواز، انت عايزه حاجه سريعه سهله منجزه بسيطه، فهتحتاجي حتى جيبي نوع رخيص زي كده وخليه عندك، مش هيخسر، وهتيجي وقت وهتحتاجيه، وهيبقى بجد من اهم الحاجات اللي هتبقى عندك لازم تجيبي الشيفر. برضو زي ما اتكلمنا عن الحاجات بتاعه الوش او الشيفر بتاعه الوش، هتحتاجي اي نوع تزيلي بيه شعر الجسم، سواء سويت سواء براون سواء شفرات، اي حاجه تزيلي بيها شعر الجسم هتبقى من الحاجات اللي لازمه جدا جدا ان انت تبقى موجوده عندك وتجيبيها، وهتنفعك جدا جدا جدا، تمام؟ شوفي بقى انت الوسيله اللي مرتاحه عليها اوريدي وبتستخدميها، سواء بقى حاجه زي كده البراون، سواء الشفرات اللي هي الموس. الحاجه اللي بعد كده هتستخدم يعني مش هتستغني عنها وانت عروسه هي الاستشوار، يعني مش عارفه هو شكله عامل كده ليه او مجهد شويه، هو نادر اللي مبوظه لي على فكره عشان بيستخدمه في شغله، بس تمام يعني ولا يهمنا. هتستخدمي او يعني هينفعك جدا الاستشوار، اللي هو بتبقي لسه عروسه خارجه من الشاور عايزه تنشفي شعرك، فاللي هو تك 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 خلصتي نشفتي شعرك، عايزه بقى تسيبيه كده، عايزه تعمليه بعد كده، عايزه تلفي طرحه وخارجه، فمن الحاجات اللي هتبقى مهمه جدا جدا عندك اللي هو وجود استشوار. الحاجات اللي هي ما ينفعش يستغنى عنها اي عروسه هو السكراب. يا سلام بقى لما تجيب سكراب حجمه كبير كده وينفع للوش وينفع للجسم، فاللي هو بضرب عصفورين بحجر، فاي نوع سكراب، انا بديكي امثله على الحاجه اللي موجوده عندي او اللي معايا، تمام؟
اي نوع سكراب هتي لازم تقشري بشره وشك وبشره جسمك عشان يبقى كده وشك منور وحلو وشكلك كده هيلث شويه او شكل بشرتك صحي. تمام. فمن الحاجات اللي برضو ما ينفعش تستغني عنها وانت عروسه هي الكريمات المرطبه سواء للجسم او للبشره. اي نوع كريم مرطب انت مش هتقدري تستغني عنه. عايزه جسمك ريحته حلوه مترطبه ناعمه ما فيش قشور بقى ما فيش الجو والكلام دوت مش هنتكسف يعني من اولها قدام الناس. تمام. فسواء لبشرتك سواء كريم زي كده لجسمك بريحه حلوه اي حاجه فيهم هتبقى مهمه جدا جدا بالنسبه لك وانت عروسه. فمش هتقدري تستغني عن الحاجات دي. احنا دخلنا عن حاجات الجسم برضو لازم يبقى عندك بادي ميست. اي نوع بادي ميست حاجه زي كده مثلا. تمام. طبعا بالروائح اللي انت بتحبيها او باللي انت تفضليها وبفضل بقى يعني مثلا حاجه زي كده وجنبيه حاجه جليتر هتفرق جدا بقى معاكي خصوصا لسه في اول الجواز لبسك كله يعني لحد ما كده فهتحتاجي حاجه فيها جليتر شويه يبقى جدي كده شكل جلوي للجسم شكله صحي شكله شيك شكله حلو. وكمان طبعا روايح حلوه فهتحتاجي اي بادي ميست او روايح كتيره من البادي ميست على حسب ذوقك واللي انت. بما ان احنا دخلنا في منطقه الروايح هتحتاجي برفانات اي برفان بتحبيه او طبعا هتجيبي مثلا كذا نوع برفان انت بتشوفي ذوقك ايه في البرفانات وبتجيبي منهم. فمش هتقدري تتجوزي من غير برفان مثلا. تمام. فممكن مثلا البادي ميست يحل محل البرفان انت بقى واختياراتك او انت والبادجت بتاعتك انت وظروفك. انا بعمل لك بس سبوت لايت على الحاجات اللي انت المفروض تجيبيها. فاي نوع برفان او اي حاجه اللي انت بتحبيها برضو هتحتاجي حاجه زي كده باودر للجسم زي ما انا اتكلمت عروسه وهنحتاجها في منطقه البكيني في منطقه تحت الصدر في اي حاجه من الكلام دوت هتحتاجيها صدقيني حتى لو يعني جيبيها وخليها هتحتاجيها. تمام. طبعا هتحتاجي بقى اي كريم مرطب في شنطتك هيبقى تحتاجيه وانت خارجه قلتي بره بقى او ايدك مش نظيفه او كده فهتحتاجي يكون عندك كريم. اخر حاجه هتحتاجيها لو انت عروسه يبقى عندك اي حاجه للشعر سيرم للشعر كريم مرطب للشعر اي حاجه للشعر. فحاجه مثلا زي كده اللي هو ايه مرطبه وبتدي لمعه في الشعر وبتدي كمان ريحه حلوه. فاي حاجه برضه انا قلت لك قبل كده ان انا بديكي امثله. تمام. مش شرط يعني المنتج دوت هتحتاجيها لشعرك عشان ترطبي بيه شعرك. بس كده يبقى النوتات دي كانت اهم الحاجات او اهم تقريبا 15 او 20 منتج للعرايس ما تقدريش تستغني عنهم. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسيش لو عجبك الفيديو دوسي لايك وكمان تشيري الفيديو مع كل اصحابك. اشوفكم في فيديوهات تانيه كتير. باي باي.